طه كباتن في الدور الاول كانت عندها مشكله كبيره جدا يا كابتن، ما كانش عندها زهراء جنب، فكان الاربعه اللي بيلعبوا هم كانوا بيلعبوا اربعه مع دكتور ايمن صديقي، الاربعه اللي كانوا بيلعبوا كانوا مساكين، فعشان كده ما كانش عندهم ابدا زياده من الاطراف. دلوقتي الوضع اختلف، جابوا اثنين اطراف اللي هم دنيا وبدوي بيلعب بسيد ليبرو وادهم، ادهم ده مساك طويل ولد لعيب جامد جدا ومقاتل، وكورش ده كباتن ده اصلا رايت باك، ده باك رايت، وعشان بيجيد اللعبه بالهيد بيقطع الكره الطويله، الكابتن اشرف دخله النهارده يلعب مساك. كورشي ولا كوشري؟ اسمه كورشي تقريبا، كورشي. في قدامهم بيلعب اربعه، حسين الجزار، وحسين ده من اللعيبه اللي عندهم خبرات كتير جدا ولعب في سوهاج ولعب في انديه كتير جدا، احمد ميدو والسيسي، فندرين صراخ وحازم ايمن على الشمال، وفي فوق هيثم الساح. هيثم الساح ده اطول مهاجم موجود في الدوري المصري كله، ممتاز الف وب، تقريبا مقرب على 2 متر، كان بيلعب في فرقه اسمها اف في الدرجه الثالثه، ولعيب جامد جدا. طيب بس ده فيما يخص التشكيل، التشكيلين. خلونا الان حكم المباراه كابتن اشرف رشاد، ومعاه اثنين مساعدين، كابتن اشرف عبد الغني مساعد اول، كابتن محمد ربيع مساعد ثاني، كابتن عبد الله يونس حكم رابع، معلقنا الرياضي حسام صديع في حته ما مش عليك كده صح. فطبعا 45 دقيقه اون سايد جيم. تمام. طيب كابتن عماد، نتفرج على اول حاله ايرو واسمع شرحك ليها، اتفضل. دي ايه الهدف الاول؟ ده الهدف الثاني. الهدف الثاني الثالث بقى، ده الثالث. بص يا كابتن، هو في مشكله كبيره جدا النهارده انا شايف في فرقه طهطا، وبعيد كلام الكباتن طبعا، في ان طهطا مش مديك ايحاء انه هيوصل، مش انه هيوصل ال 18، انه حتى هيعدي نص الملعب، حتى مفيش ضغط، مفيش خالص. ما انا لسه هكلمك عن الضغط. انا عشان اقول كلمه ضغط، في واحد بيضغط على اللاعب المستحوذ على الكوره، وبقيه الناس بيضغطوا على كل اللعيبه اللي هي مخارج الكوره. ان انا عماد حد الكوره للكابتن تامر او الكابتن محمد عماره، الاثنين دول ممسوكين. انما انا دلوقتي انا عامل كثافه كبيره جدا ب 10 لعيبه تقريبا متواجدين في نص الملعب، ولا واحد ممسوك. يعني يمكن اللي خلى السكور 3-0 بس هو تسرع لاعيبه الاسيوطي في انهاء الهجمات، ان هم ما عندهمش دقه عاليه في تناول الكره بينهم. خلي بالك انا النهارده بلعب ب 5-3-2 بليبرو واثنين مساكين، ومع ذلك انا الاختراقات كلها من العمق، واللعيبه كلها فاضيه. يعني انا عامل كثافه، انا بقول لك واللعيبه كلها فاضيه، ثلاثه واقفين في، ومع ذلك انا الاختراق من القلب. والله كنت لسه هقول لك برضه الاختراق من القلب، مفيش حد ضاغط. ده حاجه كمان يا كابتن، احنا في الصعيد عاده يعني في الماتشات لما كنا بنلعب، اما بتيجي تلعب ضد الاسيوطي بتركز على نقط معينه. اولا بنقول للاعيبتنا اوعوا تعملوا فاولات على ال 18 عشان معتز محروس بيحطها، كل الناس بتقولها، ومع ذلك ارتكبوا الخطا ودخلت. وزي ما الكابتن تامر قال، الكره سهله جدا، حارس المرمى كان ممكن يجيبها بالهيد لو يعني ركز فيها شويه. تمام. الحاجه الثانيه، الاسيوطي في عنده تكتيك مهم جدا يا كابتن، ان هو بيجمع في ناحيه ويرمي كره طويله في الناحيه الثانيه، بيحطها عند الظهير العكسي في البلايند اريا في المنطقه العاميه. الكلام ده اتعمل 50,000 مره النهارده عند موندي، عشان كده موندي بيلعب بارتياحيه عاليه جدا. في نفس الوقت انت عندك لما بتكون بتلعب باتنين ديفندرين وفوقهم واحد صانع لعب، عاده بيكون الديفندرين كاترز واللي فوقهم ده بيكون باسير واحد، يعني اثنين بيقطعوا واحد بيوزع. انت النهارده عندك الثلاثه كاتر والثلاثه باسير، فالثلاثه اللي هم ممسوكين ولا حد بيضغط عليهم، فالثلاثه بيستلموا وبيروحوا بيسلموا زمايلهم بمنتهى البساطه، والحكايه متسهله خالص، مفيش ضغط من اي اتجاه عليهم. يبقى اذا يعني في اتفاق مع زملائي في الاستوديو ان مباراه وان سايد جيم. الكابتن اشرف رشاد بيعمل الان، اللي هو حكم المباراه، بيعمل الان تيست، بيجرب نفسه، ومعاه الدكتور نادي الاسيوطي بيجرب، بيشوف دلوقتي حاليا هل هيقدر يستكمل المباراه ام لا. زي ما بقول لكم، وفي حاله ان هو ما قدرش، ادي اللعبه اللي هي بقى بدا هي دي اللعبه، هي دي اللعبه، هي دي اللعبه اللي هي اصيب فيها. خلاص في حكم رابع موجود. كابتن عبد الله يونس يضغط على نفسه، يعني كابتن عبد الله مش هيقدر يكمل طبعا. الحكم الرابع ده، على فكره اللاعب ده لازم ياخد انذار، ما عرقله من الخلف فعلا لازم ياخد انذار، الحكم كمان ده لازم يتوقف. فهي دي الاصابه. كابتن بقى بص، هيقوم هيبتدي يزك، مش هيقدر يقف على رجله. بص هي شدت منه وهو بيقع، من بعدها كابتن تامر لو تلاحظ وقف في الدايره، هتبتدي تبص تلاقيه بقى خلاص بيزق، وقف في الدايره كمان. هو حاليا مع الدكتور نادي الاسيوطي بيجري عمليه اختبار، بيشوف نفسه هيقدر يقدر نفس الاصابه بتاع هشام حنفي بالظبط امبارح. بس اقول لك حاجه، اقول لك شكله هو يعني بعد الاصابه الزكه بتاعته مش زكه واحد يقدر يكمل. ما هو بيقول لك اي حاليا دلوقتي مراسلنا في الملعب قال ان هو حاليا في اوضه اللبس في الكوريدور بيعمل تيست مع الدكتور محمد الشافعي. بيعمل معاه تيست يشوف لو هيقدر يكمل هينزل، ما قدرش. كابتن عبد الله يونس الحكم الرابع هو اللي هيدير المباراه. اذا اصدقائي باقي النتائج نقدر، عايزين الشوط الاول في مباراه انا والواسطه 1-0 لصالح انا، الشوط الاول في مباراه المنيا وشباب طنيه تقدم للمنيا 1-0.
بالنسبه للواسطه وانا التقدم منطقي تامر؟ بص يعني احنا اتكلمنا وقلنا ان الفرق اللي تحت موقفها في الاسابيع اللي جايه هتبقى صعبه جدا. فيما يخص فرقه الواسطه انت بتتكلم في فرقه يعني الـ 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 الامور بالنسبه لها اصبحت صعبه جدا، يعني في مركز 16 من 19 ماتش جايبين 15 نقطه بس. فرقه هنا بتصارع على البقاء، لسه جايين بمعنويات مرتفعه جدا، متعادلين على ملعبهم مع المتصدر اللي هو الاسيوطي الاسبوع اللي فات واخدين منه يا فندم لغايه بس كنت مش هختلف معاك في النقطه دي. لغايه السابع انت عندك الفرق، كل الفرق دي في خطر. الفرق معلش باحترام الكلام حضراتكم، الفرق التي ستعرقل فرق الصداره ليست في هذه المجموعه، في المجموعه الثانيه والثالثه. طب لا دول اللي هيعملوا الفارق ما بين الفرق، لكن معلش مع احترامي لهذه المجموعه محدش هيعرقل هذه المجموعه مستحيل. روح لكابتن عماد وعايز اتابع معاك حالات البيرو واشوف وجهه نظرك الفنيه في كلا الفريقين من خلال الحالات، نتابع مع بعض. اتفضل يا وليد، دي اول حاله معانا، اتفضل يا كابتن. هو بدايه يا كابتن خلينا برضو نقول كلام سريع بعيدا عن البيرو، يعني ان الشوط الثاني الكابتن ايمن طب خلينا نحل الحاله وبعد كده طب مش خلينا نكمل، خلينا نكمل دي بتاعت الهدف. كان الكابتن تامر حتى واحنا قاعدين بنتسرق كان بيقول ان في اوف سايد، يا ريت ترجع سنه صغيره، ترجع سنه بس نشوف كان فيها تسلل ولا لا. لا لا ارجع ارجع تاني ارجع تاني عايزين نشوف هنشوف هيثم كان متسلل ولا لا. ما تبانش من الزاويه دي، وطبعا خطا ساذج جدا في استخلاص الكره من المدافع يعني. وهنشوف بس ارجع كمل بقى، كمل على كده كمان كمل. لا لا مفيش اوف سايد، لا لا مفيش اوف سايد، هي مفيش اي اوف سايد طبعا. هو خطا ساذج جدا في ان الكره هنا المفروض ان انت بتشيلها بكل قوتك، يعني خلاص لو حتى لو اتزنقت تطلعها اوت يا سيدي. انما ما بتطلعش كوره ابدا وفي مهاجم بيتمركز قدامك وتطلعها في القلب في القلب في العمق. طيب هنا دي الحاله اللي بعدها، كمل كمل كمل. دي الكره اللي حارس المرمى انقذها، كمل كمان. طيب كمل. طبعا طبعا في سوء تمركز من لعيب الطاطا، تمام كمل كمل كمان كمل كمان كمل. هو بيوريك القتله دي لو لعبها، ايوه ايوه لو لعبها هو ملعبش. مفيش اصلا تقطيع، بس هو عمل هو اختار هو اختار هو عمل حل كويس عمل حل كويس. ولكن لو انت تكمل بقى كمل كمان 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 لحد ما هقول لك ستوب، كمل كمان 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 ستوب ستوب ستوب. في حاجه اسمها الريباوند او الباك باس. هنا لو اتعمل باك باس من تحت لفوق في اثنين اصفر هو شايفهم، واحد جاي عند الكوس وواحد ثاني واقف في الدايره الخضراء. فين لعيبه طهطا في الكلام ده؟ المفروض ان هنا بيكون متواجد حد من لعيبه طهطا من الديفندرات، حد بياخد الريباوند ده. طبعا ده سوء تمركز منهم. في نفس الوقت لو انت كملت كمان شويه فين الظهير العكسي اللي هيكمل؟ يعني احنا كنا بنقول لو لعب الباس لبره للاعب الهاف هنا مفيش حد عامل تغطيه عكسيه اساسا، مفيش. لا طبعا وبرده خلينا نقول برده ان اللاعب الفرنسي ده اتصرف فيها تصرف كويس، راجل لعيب مهاري واتصرف فيها تصرف كويس لولا توفيق حارس المرمى ان هو يطلع بالكوره. طيب يعني اذا ان التمركز ده شيء مهم جدا طبعا، الضغط ده شيء اهم منه. هذا لم يكن متوفرا النهارده في اداء فريق طهطا. خلينا نقول يا كابتن ايه الفرق بين تمركز وانتشار؟ انتشار ان انا لعبتي بتتواجد في اكبر مساحه ممكنه في الملعب بما لا يؤثر على الفاعليه الهجوميه والقدره على التهديف وترابط الخطوط، تمام؟ التمركز معناه ايه؟ التمركز احنا بنتواجد في مساحه ضيقه جدا علشان نحافظ على حصانه مرمانا ونقدر نضغط ونقدر ان احنا نمنع تناقض الكره في نص ملعبنا. الكلام ده ما حصلش من طهطا، يعني يمكن الشوط الثاني الكابتن اشرف نقل الفرقه بتاعته بعد ما كان بيلعب 5 4 1 قلبها ل 4 3 1 2 ان هو نزل ضياء، لان ضياء ده لعيب حريف جدا وبيقدر يوصل المهاجمين. نزل علي رشاد، رشاد ده مهاجم كان علي رشاد ده مهاجم كان بيلعب في سوهاج، بقى علي رشاد هو وهيثم السايح بيلعبوا تحتيهم ضياء. الشوط الثاني خلينا نقول ان احنا انتهى 1 1 لان سوهاج جابت هدف، طهطا قصدي جابت هدف، وفي نفس الوقت الاسيوطي جاب هدف وحيد. مع الاخذ في الاعتبار ان الماتش تقريبا يعني الهجمات هنا او هنا كانت تقريبا متساويه، كانت تقريبا متساويه. الاسيوطي ريح، الاسيوطي خلاص ضمن الماتش فريح، حصل استهتار من لعيبه الاسيوطي رغم ان الكابتن ايمن برضه عمل تغييرات. اهم تغيير اللي اتكلمنا فيه بين الشوطين ان هو لا في الشوط الثاني تحديدا ان هو عمل شيفت لكريم سلام مع اللاعب الفرنسي، ان هو جاب ده هنا وده هنا لعل الفاعليه الهجوميه تزيد شويه. كريم سلام الشوط الثاني
نام خالص، كان تقريبا ماليش اي تواجد في الملعب. خرجوا قلبش طريقه اللعب بتاعته بخروج الديفندرين زي ما كان الكابتن محمد عماره بيقول، خرج الديفندرين بتوعه ونزل ديفندرين تانيين، نزل معتز محروس ونزل معاه امير قيصر، بقى هم الاثنين ديفندرين، وقلب اللعب ل 4-4-2 بوجود محمد عبد المنعم. لعيب الرجاء، لعيب الرجاء، لعيب الرجاء ده لاعب بيقدر يحافظ على الكره بشكل ولعب معاهم في الممتاز وشوتر يا كابتن. خلي بالك ان هو نزوله اساسا لان هو لعيب بيقدر يكمل ويشوط، ولكن ده ما حصلش لان حصل استهتار شديد جدا من لعيبه الاسيوطي. الكره اصلا ما وصلتش، يعني ان الاسيوطي لو تاخد بالك الشوط الثاني ما تخطاش نص الملعب كتير، وكان في استهتار في تناول الكره بينهم وبين بعض، في استهتار في يعني في كام قلشه لو ترجع لو في الكلام ده على البيرو عندنا، في كام قلشه من المساكين، وخصوصا كان من بسم الله الرحمن الرحيم كان مين عندي هنا، كان من محمد ابراهيم، محمد ابراهيم كنا بنتكلم عليه انا والكابتن تامر، عمل كام قلشه صعبه جدا يا كابتن على الكوس. فده طبعا استهتار، حتى لو الصوره تيجي كتير على الكابتن ايمن تاني، الكابتن ايمن كان عم يقول لهم تاني برضو. غير كمان في نقطه مهمه كمان يا كابتن، كانوا بيرقصوا كتير جدا وده استهتار. انت خدت رقصت واحد يا سيدي، العب الكره لزمايلك بقى، نقل الكره، خلي فرقتك تطلع من نص ملعبك، لكن ترقص واحد واثنين وثلاثه والكره تتقطع منك وتضغط فرقتك، انا بشوف ان كان في استهتار شديد جدا، ولكن ده طبعا نتيجه ان انت خلاص انت ضمنت الماتش، ودي طبيعه اللاعب المصري اللي احنا عارفينها يعني. طيب اذا اصدقائي، بعد نهايه مباريات النهارده نتابع مع بعض الجدول للمجموعة الأولى بعد انتهاء مباراة هذه الجولة، نشوف مع بعض الترتيب العام لهذه الجولة. بنبدأ بها الأسيوطي في الصدارة 51 نقطة، سوهاج في المركز الثاني 42 نقطة، الجونة في المركز الثالث 37 نقطة، تليفونات بني سويف في المركز الرابع 36 نقطة، الألمنيوم في المركز الخامس 35 نقطة، بني سويف سادس 29، المنيا سابع 29، بيروت 8-27، كيما أسوان 9-26، في المركز العاشر الفيوم 23، مدينة منورة 11-22، طهطة 12-22، نصر فكرية 13-21، إنا 14-21، الوسطى 15-16 نقطة، البداري 16 عنده 16 نقطة، مركز شبطمية هبط من المركز 15 للمركز 17 اللي هو الأخير برصيد 15 نقطة بعد خسارته النهاردة من فريق المنيا. هما ست فرق بس يا كابتن غيروا ترتيبهم في المجموعه، الجونه اتنقل للمركز الثالث، وكيما ودايروت طلع المركز الثامن.